أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من عالم من المساجد. سوف نتحدث هذه المرة عن يعني وصول المسجد إلى مناطق يعني متعددة حول العالم، وتأثير الأفكار المحلية على يعني إثراء العمارة المسجدية. فاعتقادي تحدثنا كثيرا حقيقة عن المسجد عابر للثقافات وعابر للأمكنة وعابر للأزمنة، ويعني يتصف بالثبات الغير يعني متحجر، ويتصف بالتفاعل الذي لا يسمح يعني بطغيان الآخر على ثقافة المسجد وعمارته. لكن ما يميز هذا المبنى على وجه الخصوص أنه يستطيع أن يكتشف الثقافة المحلية، ويستطيع أن يقدمها بسلاسة وسهولة ويسر دون وجود أي صدام أو يعني تناقض مع هذه الثقافة. سوف نتحدث عن مسجد شينزهن في الصين. وقبل أن نتحدث عن هذا المسجد، لابد أن نشير إلى أن العمارة المسجدية في الصين لها ما يميزها حقيقة، ويبدو أنها عمارة غير يعني معروفة ومشهورة حقيقة. وهذه يعني من وجهة نظري أحد الجوانب القصور التي تعتري يعني ثقافة العمارة المسجدية بشكل عام. المسجد منتشر حول العالم، يوجد أكثر من 4 مليون مسجد موجودة على هذه الكرة الأرضية، لكن قليل جدا من يعرف يعني تفاصيل هذه المساجد والقصص المرتبطة بها. لن أقول أنني سوف أتحدث عن قصة هذا المسجد، لكن أتمنى في المستقبل أن نخصص يعني موسما كاملا عن قصص المساجد التي يعني نشأت عبر التاريخ، ويعني ماذا كان يعني المسجد بالنسبة لكثير من الناس عبر الأجيال. هذه العلاقة الحقيقة بين الناس وبين المسجد هي علاقة وثيقة وطيدة، فالناس لا تستطيع أن يعني تنفصل عن مكان العبادة الذي ترتبط به 5 مرات في اليوم. وبالتالي نجد دائما المسجد يقدم نفسه في بساطة وتواضع في كثير من الأحيان، ولكن في بعض الأحيان يظهر بيعني صفته الرمزية السياسية، وهذه ظاهرة ارتبطت بعمارة السلطان وعمارة يعني المراكز وعمارة الرسائل السياسية الكبرى التي كذلك قام يعني بها المسجد عبر التاريخ. من وجهة نظري هذا المسجد، مسجد شينزهن، يتصف ببعض الغرابة حقيقة. هو عبارة عن تكوين يعني مستطيل يعني مرتفع يشمل يعني إطار فولاذي يعني يشكل الغطاء الخارجي المزخرف الذي يكون يعني هو العنوان المباشر الذي يتواصل مع الناس، لكنه في من الداخل يحتوي على مكان مفرغ يشكل صحن المسجد ومكان لقاعة الصلاة التي تعلوها قبة مع مئذنة. حقيقة يعني توقفت كثيرا عند هذه المئذنة. هذه المئذنة تشكل طرازا متفردا يعني يقترب حقيقة من مفهوم المآذن التيمورية في وسط آسيا، لكنه يختلف عنها بهذا الرأس المدبب، وكأنه يشير إلى المآذن العثمانية. فلا هي مئذنة تيمورية ولا هي مئذنة
عثمانية وتبدو أنها مأذنة صينية معاصرة، لكنها ملفتة للنظر. بشكل عام قاعة الصلاة تعلوها القبة، وبالتالي نستطيع تمييز الجزء المغلق من هذا المستطيل أو الصندوق المستطيل المزخرف، والجزء المفتوح الذي يبدو أنه يعني يظهر من خلال التخلخلات والإضاءة الطبيعية التي تظهر على الواجهة في الجانب الآخر. لكن على مستوى المسقط الأفقي يظهر الموضوع أكثر غرابة، كون قاعة الصلاة غير منتظمة وغير يعني واضحة المعالم كمربع أو مستطيل، تبدو شكل يعني غير يعني منتظم به منحنيات، ولكنها من خلال الصور تمثل فراغ عملاق للصلاة، ويعني تبدو القبة المركزية في وسط هذه القاعة مهيمنة ومسيطرة على التكوين الفراغي بشكل عام، وتقود إلى يعني التوجيه وإلى جدار القبلة. بشكل عام يعني يمثل هذا المسجد محاولة، يعني حقيقة يعني كما ذكرت عمارة المسجد هي تبدو يعني عمارة مهيمنة من خلال حضورها الوظيفي ومن خلال مكوناتها التي لا يمكن العبث بها وتغييرها، لكنها في نفس الوقت جميع المحاولات في التغيير والتطوير والابتكار مرتبطة بتخليق الأشكال وتطويرها، وهذا يمكن يعني ما نراه في هذا المسجد على وجه الخصوص. يعني في الختام أعتقد أن الصين قارة عملاقة، وأن يعني مسلمي الصين استطاعوا أن يبتكروا كثير من الأفكار خلال تاريخهم الطويل مع الإسلام، ومع يعني تخليق الأفكار الجديدة حول عمارة المساجد. وحتى هذه اللحظة أرى أن الصين تعتبر قارة مجهولة من منظور العمارة المسجدية، ويفترض أن نبذل المزيد كما هي كثير حقيقة من مناطق العالم. أعتقد أنه نحتاج إلى بذل المزيد والبحث أكثر عن الأمثلة والتواصل مع المجتمعات المحلية وفهم ثقافتهم وطريقة تفكيرهم التي صنعت وخلقت هذه الأشكال المسجدية. أشكركم على متابعتكم، وألتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة متجددة من عالم من المساجد.